يبا وين رايح؟ عندي شغل شوي وجهي. طب اروح معك. طيب راح البس عيونك والحق يلا. يا ولد وين المفتاح؟ شكله بالسيارة هسه. هاي تفتح علي وين وصلت بالعيد يا اخي؟ شفت سيارتك وين فتحت كذا؟ يا للنشبة ولد الجيل الجديد ما تمشي عليهم. اركب اركب. شكرا بابا. لا والله تعال كنت انت مجنني اليوم يا ولد. ما عندك اختبارات يا ولد؟ يا ولد ما عندك اختبارات فكري؟ ما عندك اختبارات اقول لك؟ ليش حكايتك انت يا حبيبة؟ طولاني على هذا انا وقت اختبارات اقول لك اقول لك قوم يا ولد ليش حكايتك؟ فين جوا ثاني؟ بس خلنا ننزل سناب يا اقلب وجهك يا يواد هو ياخد واحد يواد ادرس برا يلا برع مسولي فيها مايكل جاكسون والله السيارة والمحساب تبي يجي الراجع يوزع القازز ترى طفران وطفر ممكن اني داري مش طفران بس شو يسوي يعني الله المستعان الله يفرج عقلي انا مش متوجهك ما شفت الخير اصلا وانا مسوي شفت انا ما شفت حظيات انت وجهك ذا ما شفت حظيات اقول الله انا شفت وجهك شفت ايام سودي في وجهك ولد شوف ورع شوف والله وش ذا يا ولد والله ورع هاي وقف ورع وقف ولد وقف يا ولد والله ورع قدح يا ولد نزل له بعجله بعد والله انا ورع ابص في عينه يا اخي ايوه كلب كلبي يا ولد قوضين يا اخي تبى تروح الملاهي خدمتنا بابا هلا والله هلا بالفي اي بي اجيك اجيك يا همور يلا يا عمر اوبر يمين يا حمار ابشر هنا هنا وقف يا حمار طيب الحساب 30 وفتحت الباب 70 نسخ بالعنب 30 الفوز وزي شد احزانك شدة علينا مشدة ما عندي في الحب هويك من قدة ما يخالف ما يخالف يا اخوي هذا الساعة وينه هذا حرامي يا هلا مرحب كل نعطيك عطنا اثنين كبد على الصاج اثنين مقلقل يا ابو يمن طولت يا ابو يمن اسكت يا بابا هذا وحش اسكت ترويه يسحب الساعة محتل على طقم حداد هرجل وغوى هرجل على بتاع تحدودها على الوعد من الضلع لعظامة وخلف الوعود داها ما شي اللي توا عدنا حاول تصف بابا يا مويد وين احمد ويه 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 اكلت مويد ولا لا؟ ها؟ ايه ويه 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 فيك انت شو وضعك؟ ويه 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 لا يا بابا لا لا
وقف عند الخطف هذا، توه يطلع من المدرسة، وقف وقف عنده. هلا والله بعيال، والله بكرة عندي اختبار صعب كيمياء ورياضيات، وأبوي محذرني لا تتأخر عن البيت عشان دراسة هذا، إن شاء الله بالعطلة نطلع. يا ولد تهاطف آخر لسنة وأبوي سر أمه. خلنا نمشي بس. تكفون يا عيال، لا تضيعون مستقبلكم يا عيال، تكفون. اهلا وسهلا، حياكم شباب، تفضل. تكفى الله عنك والله التجارب التي والله لا انا بنقطه الزران والله الحال الله والله نوضاك تكفى ان شاء الله خير يا شباب، اعطوني مثات وسفيات والله والدي والله للاسف ثانوي ما نوظف طالبين جميعين حنا والله بدي اخدمكم لكن للاسف يا اخي هذا عرفته يا اخي هذا اللي كان معانا اول بالثانوية انا كنت شايفه كنا نسالف عليه هلا تكفون يا عيال لا تضيعون مستقبلكم يا عيال تكفون